سبل تعزيز علاقات التعاون بين جهة رباط سلة القنيطرة وجهة بروكسل العاصمة في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك في محور لقاء جمع مسؤولين بالجهتين بالرباط. خلال هذا اللقاء استعرض الجانبان خصوصيات النسيج الاقتصادي للجهتين ومؤهلاتهما وفرص وإمكانيات الشراكة والتعاون. في هذا اللقاء استعرضنا التنمية التي شهدتها جهة رباط سلة القنيطرة بالنظر إلى مؤهلاتها الكبيرة، ونطمح أن تساهم جهة بروكسل العاصمة في إطار شراكتنا في دعم وتقديم خبراتها في مجال التنمية المحلية، وأن يساهم المقاولون البلجيكيون ومن جهة بروكسل في تنمية وتطوير هذه الجهة ذات المؤهلات الكبيرة. رئيس مجلس جهة رباط سلة القنيطرة قال إن أحداث لجنة مشتركة يتمحور عملها حول تحديد قطاعات الاستثمار سيمكن من جذب اهتمام الفاعلين الاقتصاديين بالجهتين في انسجام مع الشراكة التي تربطهما في مجال التنمية الاقتصادية. هو لقاء اللي كيدخل في إطار التعاون اللي عندنا مع الجهة ديال بروكسل العاصمة، واللي كان مخصص لمناقشة كيفية تعزيز هذا التعاون في المجالات الاقتصادية. وفي هذا السياق تم الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة للاشتغال من أجل التدقيق ما هي المجالات ديال الاستثمار الاقتصادي اللي يمكن نفتحوها جميع، واللي يمكن تكون فيها فرص للفاعلين الاقتصاديين من جهة رباط سلة القنيطرة ومن جهة بروكسل العاصمة. هذه المحادثة تندرج في إطار الزيارة التي تقوم بها الأميرة أستريد ممثلة العاهل البلجيكي الملك فيليب إلى المغرب ما بين 25 و30 نوفمبر الجاري، على رأس وفد هام يضم العديد من الوزراء الاتحاديين والجهويين وحوالي 400 فاعل اقتصادي يمثلون أزيد من 250 شركة.